باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أهلا بكم حبايبي في برنامجنا مش لوحدك، حلقة جديدة. النهاردة عاوزين نتطرق لموضوع جديد عشان تعرف كويس جدا أنك مش لوحدك في العالم اللي أنت عايش وسطي. وعايز أتطرق معاكم لقصة يوسف وشخصية يوسف وسط إخواته ووسط الوقت اللي كان عايش فيه في وقتها. وعايز أقول لكم أنه ما بيعرفش يبيع، ربنا ما بيعرفش يبيع، وعلم ناس كتيرة أنهم كمان ما يعرفوش يبيعوا زيه. يوسف بالرغم من أن إخواته باعوه ودفعوا حياتهم علشان يوسف يبعد عنهم وعن بيوتهم، لكن عايز أقول لكم النهاردة أنه ربنا ما بيعرفش يبيع. بالرغم من يوسف إخواته باعوه وخانوه، بالرغم من يوسف قاعد يدور جوه نفسه، هو بابا ليه ما بيدورش علي؟ نسيني ولا إيه؟ ليه ما دورش علي طول 20 سنة اللي أنا عايشهم في الغربة؟ لكن لقى إيد ربنا معاه وبتسنده، عشان كده ما بيعرفش يبيع. يوسف، كلكم حافظين الآية الحلوة اللي كتبت عن يوسف لما قال كده الكتاب: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. إيه رأيكم؟ الآية دي اتكتبت ويوسف كان في السجن، يعني كان في أصعب لحظات حياته، في أصعب وقت مر بيه في حياته. بالرغم من كده، وهو في السجن وهو في بيت فوتيفار وهو عبد في مصر، لكن ربنا ما باعهوش لأنه ما بيعرفش يبيع. عجبني جدا بقى القصة أنه في تكوين 50 يوسف بعد موت أبوه، إخواته راحوا له قالوا له: أبوك وصى بيقول ممكن تشغلنا عندك عبيد، اصفح عن ذنب إخواتك. أنا كنت فاكر بقى يوسف أنه هيرجع بقى بيه الزمن ويقول له: أنا بقى رب هاخد بحقي وحنتقم من اللي عملوه إخواته فيه. لكن تخيلوا، يوسف يقول الكتاب عنه: بكى يوسف حينما كلمه. هو استغرب أنه إخواته كلموه بالطريقة دي، استغرب أن إخواته افتكروا فيه الفكرة دي. عشان كده خدوا بالكم حبايبي، زي ما قال قديس يوحنا الذهبي الفم في أقوال الآباء، عايز يقول لنا أنه البشر عمرهم ما يكونوا أعداء لينا، لأن العدو اللدود لينا هو الخطية أو عدو الخير. حبايبي، إحنا كده بنقول في القداس في الليتورجية، بنقول: لم تحرق الخائن الغاش عندما دنا منك. كان ممكن يحرق يهوذا لما دنا منه وسلمه لرؤساء الكهنة، ولكن ما عملش كده. عجبني جدا قصة قريتها عن قداسة البابا كيرلس. كان في شخص مش بيحب سيدنا البابا، وأول ما عرف أنه بقى بطرك من أبونا مينا البابا كيرلس، فبدأ يكتب عنه في الجرايد كتير، وبدأ يشتم ويقول كلام لا يليق بقداسة البابا خالص. بعدين سمعني في ناس كتيرة راحت تاخد بركة من قداسة البابا، فقال: أنا روح كمان، كده كده هو مش هيعرفني ولا يعرف مين بيكتب ولا هيعرف أي حاجة. وأول ما بدأ يسلم عليه وقرب منه، فسيدنا بيقول له: شفت يا فلان، ايه رأيك؟ الناس بتقول عليا في الجرايد ان انا ما ينفعش ابقى بطرك، الناس بتقول عليا في الجرايد ان انا ما ينفعش امسك قيادة في الكنيسة، لكن عايز اقولك ربنا بيشتغل بنعمته جوانا وبيخدم بينا، لكن يلا مش مشكلة. فالراجل اتكسف واختشى جدا ان البابا يعني عرف قصة بالكامل وعرف اللي كتبه بالكامل في الجريدة. تخيلوا لما يبقى رجل الله ما عرفش يبيع، هو خد من ربنا الفضيلة الحلوة دي انه ما بيعرفش يبيع. حبيبي، عايز اقولك ربنا عمره ما هيفكر في فكرة انه ممكن يبيعك لاجل خطيتك، او يبيعك لاجل ذنب او حاجة انت مش قادر تبطلها. عشان كده خد لبالك، حتى لو خنت هو مش هيبيعك، حتى لو انكرت هو مش هيبيعك، حتى لو انت غلطت فيه كتير هو مش هيبيعك، حتى لو وصلت بيك الافكار بانك فاكر انه باعك وحتسيبه، هو بيقولك النهاردة: أنا مش هسيبك ومستحيل أن أنا أبيعك. عشان كده حبايبي خدوا بالكم من نقطة عايز أقولها لكم تركزوا فيها، أنه عدو الخير لما يحب يضيع علاقتنا الحلوة بربنا، هيقولك خد لبالك باعك وهيبيعك في الموقف اللي عملته مبارح، في الخطية اللي عملتها مبارح، في العادة اللي انت سقطت فيها مبارح. أنا عايز أقولك النهاردة أنه هو مش هيبيعك. إذا كان يوسف أخذ منه انه ما باعش اخواته زي ما اخواته باعوه، انا عايز اقولك النهاردة ان هو مش هيبيعك لانه ما بيعرفش يبيع. حبايبي، اخيرا اقول لكم اني ربنا من محبته ليك
يقدر يعمل منك إنسان جديد، يعمل منك شخص جديد، يعمل منك شخص يكرز بيك للعالم كله، بالرغم من الخيانة، بالرغم من التعب من أقرب الناس ليك. لو حسيت بخيانة، لو حسيت بتعب من أقرب الناس ليك، أعرف على طول أن ربنا أول واحد هيعوضك عن الحاجة اللي أنت تعبت فيها، والحاجة اللي ضاعت منك أيا كان فلوسك أو كرامتك أو شخصيتك وسط الناس. أخيرا أقول لكم ربنا يفرحكم، ما تقلقش، ربنا ما بيعرفش يبيع. لإلهنا المجد الدائم أبديا، آمين. الإدانة هي فضيحة، الإدانة هي عدم ستر. تعلم إنك تستر، كل ما هتستر كل ما ربنا هيستر عليك. أنا بعمل نفس الخطية اللي ممكن أخويا بيعملها، بس في فرق بين حد اتفضح وأنا اتسترت.